الحمد لله الذي بسط بساط الفضل فخلق الأنهار وخلق ما فيه منافع ومصالح لعباده من الأحجار والأشجار هو الذي دور بحكمه الدوار والطير بصنعته طار نحمده على هذه النعم الجليلة السائلة علينا في الليل والنهار ونشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له شهادة ندخل بها دار القرار ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي المختار أما بعد إخواني وخلاني وحسرتاه على ما اكتسبنا وعلى ما تساهلنا ولم نخش عذاب الملك القهار هذا شهر مبارك اسمه مبارك ولقبه مبارك تفاض فيه علينا الأنوار فإن شهر رمضان شهر الله فضله على سائر الشهور كفضله على ما سواه وشهر شعبان شهر نبينا ففضله على سائر الشهور كفضله على غيره وشهر رجب شهر هذه الأمة ففضله على باقي الشهور كفضل هذه الأمة على أمم الأنبياء الكبار فيا أيها الغريب المسكين الكئيب الحزين تب إلى الله مما فعلت وتحسر على ما فاتك واجتهد في العبادة وفرط في الضلالة لعل الله تعالى يرحمك ويتجاوز عما فعلت إنه تعالى حليم غفار وأطيع العلي الأجل واتبع النبي الأكمل واعمل بما في القول الفيصل واطلب الوقاية من عذاب النار فقد قرب يوم الحزور يوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه اللهم يا حنان يا منان اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن خطيئاتنا إنك أنت الحليم الغفار والحمد لله الرب الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله
أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا رضوان الله تعالى عليهم عن كل الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اخزل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.